الأعمال. نعم، أذهب بك إلى الخبر الثالث معنا عبر شرط دوت نت، وفيه دلجو مجلس السيادة دوره تشريفي. أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دجلو رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام أن مجلس الوزراء هو من يتحمل المسؤولية في الدولة، لافتا إلى أن دور مجلس السيادة تشريفي، وحث على التكاتف والتعاضد في الفترة المقبلة. وقال دجلو في كلمة لحشد من السودانيين خلال افتتاح مسجد بالخرطوم بحري يوم الجمعة إن بناء المساجد من أفضل الأعمال عند الله، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي وسطي لا تشدد فيه ولا إرهاب، وحث السودانيين على التكاتف والتعاضد في الفترة المقبلة ومساعدة الفقراء بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية. وقال ليعلم الجميع أن مجلس السيادة مجلس تشريفي، وبعدما تشكل مجلس الوزراء أصبح يتحمل المسؤولية. الأمن مسؤولية مجلس السيادة، والسلام يسهمون فيه، مجلس السيادة له دور تشريفي فقط. بحسب الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بين المجلس العسكري سابقا وقوى إعلان الحرية والتغيير، والتي كانت هذه الوثيقة كانت لبنة للحكومة الانتقالية الحالية المشكلة من العنصرين، العنصر العسكري والعنصر المدني. المدني نعم. بحسب هذه الوثيقة انه دور مجلس السيادة دور تشريفي، يقوم على الإجراءات المراسمية الخاصة بالدولة وإصدار المراسيم الدستورية والخاصة بالتعيينات في الوظائف العليا في الدولة وغيرها، وبالإضافة إلى الدور الثاني للقطاع الخاص بحفظ الأمن وغيره. هذا هو الدور الذي رسمته الوثيقة الدستورية للمكون العسكري في مجلس السيادة، وهو مكون الآن رئيسي ومكون وهو شريك أساسي في السلطة في السلطة الانتقالية، وهذا لا ينفي دوره إطلاقا ولا ينفي عنه المسؤولية، لأنه هو شريك أساسي بموجب الاتفاقية الموقعة بين المجلس العسكري سابقا زي ما قلت وقوى إعلان الحرية والتغيير.